جيب بيك كسبان اهو، استعد بقى للريفنج. بسم الله ما شاء الله، بيت عز وانبساط. طبعا ما دام بتسهر بالشكل ده هتيجي الشغل ازاي؟ شكلكوا كده لسه بتبتدوا الليله. اتفضل يا بابا اتفضل. ايه ده، هو انتوا بتلعبوا كوتشينه؟ كنا بنتسلى يا انكل. اتسلى يا حبيب انكل. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يا روحي، شطبتوا بدري ولا ايه؟ سلمي على بابا يا فاكي. بابا مين؟ بابا ابويا. ابويا ايه اهو. كان لازم افهم ليه البيت ده ما فيهوش خير من زمان. طبعا البي صاحب البيت بيصرف كل فلوسه على المزاج والقمار، مش كده يا ماجد بيه؟ يا ابني يا اللي من صلبي، اسمع، من النهارده مش عاوز اشوف وشك. يعني لو قابلتني في سكه تغيرها، ولو لمحتني في مكان ما تدخلوش، يوم ما يقولوا لك ابوك مات ساعتها بس تقدر تيجي تاخد حقك الشرعي في الميراث. الفلوس اللي انا عملتها لك بالحلال عشان تعمل بيها الحرام اللي يعجبك. عشان خاطر اهدى يا حاج شويه. قلت لك هقطعه يا فردوس وما يدخلش البيت ده تاني لقمارتي الغشاش. معلش يا حاج، ده الشباب بيقلدوا ناس الافرنج. افرنج ايه يا فردوس؟ الافرنج دول ما هم بيشتغلوا برضه. بقول لك قمار قمار يعني خراب بيوت. اعوذ بالله. طب معلش يا حاج، ما هو لو كان عنده حته عيل كان خاف عليه من الحرام برضه، او كان طلعه زيه. احنا سبب، دي غلطتنا احنا. احنا سيبنا له السايب في السايب مع بنت خيريه. عشان خاطر يا حاج اهدى شويه، انا هتصرف، مالكش دعوه انت باي حاجه. انا حضرت لك شويه تصميمات هتعجبك قوي، ولو عجبك حاجه منهم اختاريها وانا هتبقى سهل عليا في التنفيذ. اوكي، ايه رايك في ده؟ حلو بس الوانه غامقه. تمام، ايه رايك؟ ده بسيط قوي وناعم. حلو. طب وبالنسبه للالوان؟ والله الالوان حلوه، بس عارفه لو شلتي البني ده وحطيتي بداله ابيض او اوف وايت هيدي المكان اتساع اكتر. تمام. طيب والريونات القديمه دي نخليها ولا نشيلها خالص؟ يعني لو قدرتي تستغليها وتدهنيها يبقى احسن، هتبقي وفرتي لي كتير. طيب انا محتاجه اسبوعين عشان اقدر انفذ التصميم ده.
يعني مش هستعجلك طبعا عشان ده شغلك، بس يا ريت تضغطي الوقت قد ما تقدري لاني فعلا عايزه افتح المحل بدري قوي. طيب خلاص اوكي انا هحاول ده. صبري صبري. في ايه يا اعتماد؟ عايزه ايه مني؟ عايزه قست الشاليه بتاع الساحل. يومين ثلاثه اجيبهولك، اظن يعني ما فيهاش حاجه يومين تاخير. يومين ليه يا راجل؟ انت ليه تطنش ولا ايه؟ اطنش يا شيخة؟ قرفتيني في عشتي، راعي ضميرك معايا. انت ايه بتفتري عليا في كل حاجة؟ انا بفتري عليك يا صبري؟ ايوة يا ستي بتفتري عليا، وزهقتيني في عشتي وما بتراعيش ضميرك معايا. يا وصلت للدرجة دي؟ يا اخي حرام عليك، ده انت سودت عليا عشتي. انا خلاص مش طايقك يا صبري، مش طايقك. انا اللي ما عدتش طايقك؟ انت ما عندكيش حاجة غير عايزة عايزة عايزة، خلاص ما عدتش قادر استحمل. الو، ايوه ثابت، انا علي، انا عايزه اشوفك دلوقتي باي شكل وفي اي مكان. لو فضلت تقفل معايا كده انا ممكن اعمل حاجه وحشه تندم عليها طول عمرك، فهمني ولا لا؟ انت بتكلمي مين؟ انا ما كنتش بتكلم اساسا يعني. وبعدين بقى علاء، هي ناقصاك انت كمان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعالى هنا يا راجل، انت سايبني ورايح فين؟ طبعا ما انا كلامي مش عاجبك. بقول لك ايه، انت هتدفع فلوس الشاليه يعني هتدفع فلوس الشاليه. لا اقول لك اسمع، الاولاد يسمعوك يا اخويا. ما انت خايف على الاولاد كده، ما تسمع كلامي بقى. انا خلاص زهقت وزهقت منك. انا اللي زهقت وتعبت والله العظيم. انت عارف لما انت كنسلت قلت بس على طول. ومني الشباك ولمحتك يا ولا بعدها وياك غني يا ولا. ومني الشباك ولمحتك يا ولا بعدها وياك. هو انت خارج ولا ايه يا سابت؟ مشغلني يا ولا، يعني رايح مشوار سريع كده وجاي على طول. رايح مركز علياء للصيانه يا قلبي انت؟ مش عارف بس جايز اعدي عليهم. عند الباشمهندس ابو صوت ناعم. باشمهندس ايه وناعم ايه؟ اصل اللي كلمتني يا قلبي واحده ست ومرفعه يا عيني، صوتها صغنن قوي كانها عيله صغننه في ثانوي. واول لما حضرتك خدت التليفون مني قلت لها ايوه يا باشمهندس. ده انت يا سلوى. لا ما كانت ادت التليفون للباشمهندس. يا راجل يا ست زهقتيني بقى، كفايه اسئله. طب سؤال اخير. اتفضلي. هو مركز علياء للصيانه ده بقى مكانه فين؟ الله، هنفتح تحقيق بقى ولا ايه؟ ولا تحقيق ولا حاجه، انا بسال سؤال. بس 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 خلاص خلاص، استنى شوف مين. ايوه مين؟ اهلا اهلا اهلا. مش معقوله، ايه المكالمه الجميله دي؟ انا قلت اقول لك لو فاضي تيجي نرقص سوا. لا طبعا. لا عارف المكان. طيب اوكي انا هستناك في العربيه وندخل سوا. ماشي، هغير هدومي وانزل على طول، مش هتاخر. باي. طب لو قلت لك يا قلبي خليك معايا النهارده. وليه يعني؟ اشمعنى النهارده؟ معرفش يا ثابت، عشان خاطري خليك معايا النهارده. قلبي عمال يدق كده وحاسه مش عارفه في ايه، عشان خاطري خليك معايا. ما انت زي الفل اهو. وبعدين يا ستي لو عايزاني اطلبيني وانا 10 دقايق ابقى عندك. يا حبيبي ما جتش على يوم، ما انت كل يوم بره. خليك معايا النهارده بقى يا ثابت. لا لا لا، اصل النهارده بالذات ما ينفعش، اصل انا عندي شغلانه جامده قوي. شغلانه جامده قوي ازاي يعني؟ قصدي يعني فيها مكسب جامد قوي وانا مش هعتقها. وبعدين بقى يلا بقى سيبيني لحسن انا اتاخرت. يلا باي باي.